السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في برنامج الإنسان والحيوان. حيث يسعدنا اليوم ويشرفنا أن نستضيف الدكتور عمر عبد العزيز، طبيب بيطري. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. بداية، مرض السعار أحد أقدم الأمراض، وقد تم التعرف على السعار كمصدر للعدوى منذ 1804، والمرض منتشر عالميا بشكل واسع، وما زال يمثل مشكلة في معظم أقطار القارة الإفريقية وفي بعض المناطق في قارات آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا. بداية دكتور، عايزين نعرف تعريف السعار. ما هو السعار؟ السعار هو مرض فيروسي خطير جدا في معظم أنحاء العالم. هو نادرا ما يحدث، لكن عند حدوثه يسبب هلع شديد جدا، لأنه عندما يصيب الإنسان فغالبا ما ينتهي بالوفاة. والسعار يعني يسبب فيروس الريبس، يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، المخ او النخاع الشوكي، فيحدث له تهيجات عصبيه وتشنجات غالبا ما تنتهي بالوفاه. اتفضل. ايه مسببات المرض؟ مسببات المرض هو فيروس اسمه الريبس فيروس، يكون موجود في لعاب الحيوان المصاب، وتنتقل العدوى من الحيوان المصاب للإنسان عن طريق عضة الحيوان المصاب. مسببات المرض. طب ايه مصادر وطرق نقل العدوى وكيف تنتقل للإنسان؟ مصادر العدوى، يكون الفيروس في الحيوانات البرية كالثعالب والحيوانات والكلاب الضالة والقطط الضالة والخفافيش ومصاصة الدماء، وممكن ينتقل المرض كمان يعني قطيع من الأبقار أو الأغنام، ان هو يصاب بالمرض عن طريق الخفافيش مصاصة الدماء. تمام. ده مصادر المرض. طرق انتقاله عن طريق برضو اللي ينتقل الفيروس عن طريق العض للانسان او للحيوانات دي، عن طريق اللعاب ويصل للجهاز العصبي. طب ايه اعراض المرض على الحيوان؟ اعراض المرض على الحيوان في نوعين من الاعراض ممكن تظهر. في ثور هائج اللي هو الفيوريا ثور، وفي الدمب فورم. الفيريوس فورم يتميز الحيوان ان هو بيحصل. تعالى على الفيديو اللي بيتعرض حاليا دوت. اتفضل. ده الكلب عنده سعار، بيهاجم الاشياء المحيطه به، الخشبه او الحديده اللي هي معرضه ليه هو بيهاجمها بدون اي وعي تاني. ويبدا اللي هو يتعرف ازاي ان عنده سعار. يتعرف ازاي؟ من خلال الاعراض. الطور الهايج ده بيفقد الحيوان شهيته للطعام والشراب، ويحدث له تشنجات وتهيجات عصبية شديدة جدا، ويمتنع عن الاكل، ويحصل له حالة اسمها الهيدروفوبيا. الهيدروفوبيا ده يكون فزع شديد ورهبة شديدة من المياه والسوائل اذا تعرض ليها الكلب، ونفس الاعراض غالبا ما تحدث. يعني السعار، يعني الكلب اللي عنده سعار ما يشربش ميه او يبتعد عن شرب المياه وكده، ولا هو عادة ما يمتنع عن الطعام والشراب تماما؟ يعني لمدة قد ايه بقى لغايه ما ينطق؟ يقعد الانكيوبيشن بيريود اللي هي فترة حضانة المرض. هو اولا المرض ممكن يكون كامن في الحيوان قبل ظهور الاعراض عليه من 2 ل 10 ايام. ممكن يقعد المرض فيه لحد ما يموت الحيوان لحوالي 60 يوم. يعني ممكن يبقى عنده سعار يقعد 60 يوم بعد كده ينفق. تمام بالظبط. طب ايه العوامل اللي بتؤثر على قابليه العدوى او الاصابه بالسعار؟ العوامل اللي هو مدى مستوى العضه نفسه، يعني مكان العضه وقربها من الاطراف العصبيه وقربها من النخاع والحبل الشوكي اللي هو الجهاز العصبي المركزي، لان الفيروس على طول ينتقل من اللعاب عن طريق العضه الى الاعصاب، متجه الى الاعصاب مباشره. طيب هل عضات وخدوش القطط بتسبب السعار؟ عضات وخدوش القطط تسبب السعار في حالة ان القطة نفسها مصابة بالسعار. يعني ممكن القطة تعض او تخربش دفاعا عن نفسها في حالة حرجة، في مش يعني في مكان غير لائق ان هي تدافع عن نفسها بالكلام ده. طيب هل غسل الجرح الناتج عن عضة الحيوان بالماء والصابون كافي وعدم اصابته بالمرض؟ لا، في حالة يعني الحيوان يعض مثلا الانسان
وفي جرح ولا حاجه، وبعدين يغسلها بميه وصابون، هل ده كافي ان الانسان ما يصابش بالسعار؟ لا ده مش كافي، لان في حاله العض طبعا بنتخذ اجراءات معينه كاسعافات اوليه لحد ما المريض المصاب يروح المستشفى، اللي هو بنغسل الجرح بالماء والصابون بيتخللوا من 10 دقائق لربع ساعه بالماء الجاري والصابون، ثم بعد ذلك يتم تطهير الجرح. تطهير الجرح ممكن بصبغه يود 3-4%، او نستخدم الكحول من 40-70%، ولو كان الجرح عميق ممكن استخدام حمض النيتريك عشان يصل للعمق بتاع الجرح حتى يتم ايه، لان الفيروس في الحاله دي هو بيكون ضعيف جدا الى انه خطير جدا، في نفس الوقت ضعيف جدا عندما يسقط من اللعاب، ضعيف جدا يعني يتاثر بسهوله من عوامل الضوء، الشمس، درجه الحراره، كل ده بيأثر على الفيروس ما يخلوش عايش، الاحماض والقلويات تأثر عليه برضه. تمام؟ تمام. طب معانا فيديو؟ اتفضل. ده انسان، ده زوج ايه يا دكتور؟ ده عنده، ده اصاب بعض الكلب ولا حاجه، عنده سعار، ده مريض عنده رعشه. تمام تمام. عنده رعشه وعنده هيدروفوبيا، خايف وعنده فزع رهيب لانه عنده تشنجات في عضله البلعوم، مش قادر ان هو يبلع الميه اللي في ايده، مش قادر، بيظهر عليه التشنجات في الجهاز العصبي بتاع الانسان بقى، في الجهاز العصبي للانسان يظهر عليه التشنجات ويتخللها فترات ارتخاء. ممكن يفقد الوعي ولا حاجه بعد ما يصيب بعضة كلب ولا حاجه؟ هو طبعا يفقد الوعي من خلال الاعصاب، من خلال الاعصاب يتم بعد ذلك ينتهي بالشلل ثم الموت. تمام. طب هل احنا قلنا غسل الجرح، طب هل يوجد تطعيم ضد السعار؟ طبعا في تطعيم تطعيم للحيوان او للانسان؟ في طبعا تطعيم للحيوان بيتاخد عند عمر 3-4 شهور، طبعا في تطعيم محلي انتاج المصل واللقاح، انتاج معهد بحوث الامصال واللقاحات، زائد كمان ان في لقاح مستورد بيتم استخدامه برضه من عند عمر للحيوانات الاليفه طبعا التي تتربى في المنازل، القطط والكلاب عند عمر 3-4 شهور ويتكرر سنويا. طيب هل ممكن ينتقل فيروس السعار من حيوان لاخر؟ يتنقل طبعا عن طريق برضه نفس الكلام، العض، عض من حيوان لاخر، يكون الفيروس برضه موجود في لعاب الكلب المصاب، وممكن يكون موجود في العضه نفسها او ممكن ما يكونش موجود، يعني على حسب كميه الفيروس الموجوده في لعاب الكلب المصاب او الحيوان المصاب. يعني مثلا يعني ممكن حيوان طائل مثلا يعض مثلا قطيع اجنحه مثلا يجيب له السعار يصيب الكلب المصاب فتنتقل للانسان؟ تتنقل للانسان فعلا لما يصيب القطيع كله. دي صوره كلب مصاب، ده مصاب بالسعار يا دكتور؟ دي صوره كلب مصاب تظهر عليه الاعراض الهايبر سلايزيشن، اللعاب نازل من فمه، زائد كمان ان هو ممكن لو في حركه اللي على الكلب ده، ده مرض ولا مرض يعني؟ عرض المرض، عرض المرض السعار، اللي هو الهايبر سلايزيشن، اللعاب كتير ده برضه ولا لعاب كلب برضه في سعار. طيب المفروض ان الواحد يبتعد عن اي كلب يبقى بالشكل دوت، يعني لو عنده لعاب كتير، افرازات اللعاب كتير وكده، الانسان يبتعد عنه. في حاله الاشتباه طبعا بيتم الابتعاد تماما والتبليغ للسلطات البيطريه، سواء اداره الطب البيطري القريبه من المكان او مديريه الطب البيطري، للتعامل مع الموقف. ويستحسن ان هو الكلب ده يتحفظ عليه لمده 15 يوم. بعد ما ينفق ولا قبل ما ينفق؟ لا قبل ما ينفق، في مده 15 يوم لو ظهر عليه الاعراض. عشان لو هو ظهر عليه الاعراض بعد كده تتزايد عليه الاعراض بالشلل ثم النفوق في خلال ال 15 يوم اللي هو متحفظين عليه. يعني الكلب بيصاب بالسعار وبعد كده 15 يوم عنده شلل وبعد كده ينفق. بعد كده ينفق. تمام. تمام يا دكتور. طيب هل يموت الحيوان بالسعار اذا اصيب به؟ يعني اذا جاله السعار ما فيش علاج ممكن ياخده الكلب او الحيوان يشفى من السعار، اذا اصيب بالسعار بيموت ولا ممكن علاجه؟ هو اذا اصيب هل هو متطعم الاول تطعيم السعار ولا لا؟ هل هو حيوان بري ولا حيوان ضال ولا حيوان اليف في المنازل؟ يعني تختلف، لو هو حيوان اليف في المنازل المفروض ان هو اذا عضه كلب فيه سعار ولا حاجه بيتم يعني التعامل معاه كجرح وبالماء والصابون نتخلص من الفيروس كمعامله سطحيه للجرح. اما اذا كان هو حيوان بري او حيوان ضال فلا يتم الشفاء منه. معانا صوره جمل، ده الجمل برضو، لان مرض السعار بيجي لجميع الحيوانات ذات الدم الحار،
ومنها طبعا وده سؤال انا بقوله ازاي، هو هل كل الحيوانات يمكن يصيبها السعار، ولا هناك حيوانات لا يصيبها هذا المرض؟ كل الحيوانات ذات الدم الحار اللي هي الثدييات، خاصة آكلات اللحوم، خاصة الحيوانات آكلات يعني ايه اللحوم ده الدم الحار؟ ذوات الدم الحار اللي هي الثدييات اللي فيها دم، يعني فيها دم في يعني يصل لجميع أجزاء جسمها، في عروق وأوردة وما شابه ذلك. طيب ما هي اعراض مرض سعار الحيوان والكلب خاصة؟ أعراض مرض السعار على الكلاب خاصة بتظهر في الحيوان بشكل عام والكلب خاصة يعني. الحيوان بشكل عام، تظهر عليه أعراض عصبية، لأن المرض يتمركز في الجهاز العصبي، وتتمادى خطورته في قرب العضة أو قرب الإصابة من الأعصاب. هل هي منطقة غزيرة عشان بالأعصاب؟ الاعصاب بتوصل الجهاز العصبي على طول. طبعا الأعصاب وبيأثر على الجهاز العصبي عند الانسان. عند الإنسان ونفس برضه صور في الحيوان بيأثر على الجهاز العصبي في الحيوان برضه. تمام بالظبط كده. فمدى خطورة المرض عندما يصل إلى الأعصاب، يتم اتجاهه للنخاع الشوكي أو المخ، وتظهر الأعراض في صورة تهيجات ونوبات عصبية وتشنجات في عضلة البلعوم، تشنجات في عضلة ده عند الانسان. الحجاب الحاجز. لا ده في الكلب، ده في الكلب. الكلب المصاب. تمام تمام ويبتعد عن الطعام والشراب نهائيا، وغير قادر على البلع، وغالبا ما ينتهي يعني في تقدم الحالة، طبعا بيجي له شلل ثم يفوق في بضعة أيام. في أعراض بقى اللي هي الطور الهائج، يظهر عليه الأعراض دي. أما الطور الهائج الدمب فورم يكون الكلب يعني ساكن جدا في وضع السكون جدا، وغير قادر على يعني إن هو يتناول طعام أو شراب، وبذلك بيعرض صاحب الكلب نفسه للخطورة، إن هو هيجي يساعده إن هو ياكل، فمش هيقدر الكلب، فهيعضه، يعني هيعضه اللي هو بيقرب منه، اي شيء هيقرب منه هيعضه، فكده اصيب الانسان اللي هو صاحب كل الكلب. حاجه بس يوصله السعار يعض الانسان، يكون في الدم عنوان على الانسان. في الدم فورم ده مش هيكون باين عليه اي اعراض. وضحنا ايه الدم فورم ده؟ الدم فورم يكون الحيوان ساكن خالص، بس هو حامل للمرض، يكون ساكن خالص. يجي طبعا هيمتنع عن تناول الطعام والشراب، فصاحبه هيحس ان هو فيه حاجة في مش طبيعية. البطن أو في حاجة مش طبيعية، اللي هو مش قادر ياكل ليه، هيبدأ إن صاحبه يتدخل. فعند التدخل ده ممكن يصيب صاحب الكلب نفسه بعضة بلعاب فيها الفيروس اللي هو ممكن ينقله المرض. طب لو لعاب الكلب مثلا اختلط بطعام الإنسان، والإنسان كان الأكل فيه مختلط بلعاب كلب عنده سعار، هل بينتقل من هذه الطريقة السعار للإنسان؟ إذا ينطبق مثلا في أكل مثلا جه عليه لعاب كلب، جه الإنسان تناوله، ممكن يصيب الانسان بالسعار؟ لا، هو السعار لا ينتقل الا بالعض او الخدش، بالعض او الخدش او اللعاب، يصل للمكان المجروح في جسم الانسان ويصل للجهاز العصبي في الانسان. اما عن طريق الجهاز الهضمي فلا يصل السعار لا يصل الانسان ولا يسبب الاصابه. طيب معانا مداخله من ايوه. الو السلام عليكم. ايوه استاذ عبد الله اتفضل. اذا دلوقتي كنت عايز اسال الدكتور بس على اعراض مرض السعار. انا في عندي قطة يعني زي ما بتقول كده خبطها كلب، فحصل يعني زي حدها كلب بسيط كده، يعني زي خبثها خبث بسيط. المهم بعد كده بحس ان القطة هي القطة موجودة معانا من زمان يعني. المهم بس بحس ان هي حالتها غير طبيعية، يعني ايه؟ يعني مش حالة هلاك، لا هي حالة خمول. طب عايز اعرف انا بس، انا اولادي يعني القطه بتبقى بينهم على طول وكده، فهل ده خطر ولا ده ايه الحاجه اللي اعرف بيها اذا كان ده عندها مثلا ممكن يكون عندها سعار او كده، ايه بالظبط؟ طيب هي سؤال، في سؤال للدكتور. هي القطه عند حضرتك من امتى؟ انها قد ايه عند حضرتك؟ انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. طب عامه هي لو هو خايف عند حضرتك من البدايه، من مثلا عمر شهر ونص ولا حاجه، وهو عارف ان هو مديها التطعيمات عن طبيب بيطري وتحت الاستشارات البيطريه، فهو يكون مطمن الى حد ما ان الفيروس السعار ما انتقلش ليها عن طريق الكلب اللي هو خدشها او عضها في الشارع. اما اذا كان اللي هو مش مطعمها او مش واخده تطعيم السعار في ميعادها، فهو لازم اللي هو يعاملها معامله الجرح السطحي برضه، ويعزلها فتره من الوقت حتى يتم التخلص من الاعراض اللي ظهر عليها. هل هو سعار ستنفق لوحدها القطه ويظهر عليها الاعراض، او هو لو مش سعار هيطهر الجرح ويتم التعامل معاه بطريقه سطحيه مبسطه، ويديها التطعيم برضه في نفس ميعادها.
هل صح ان الفيروس بيكون موجود في لعاب الحيوان قبل ظهور الاعراض عليه بخمسة ايام؟ موجود فعلا في الحيوان قبل ظهور الاعراض من 2 ل 10 ايام، يعني ممكن خمس يعني ايام ممكن ست يبقى ايام يومين ل 10 من ايام اول يومين الفيروس ل 10 كامل في الحيوان وهو عنده سعار، بالظبط، بس لسه ما بقاش يبقى صور نائج او يمتنع عن لسه ما السعار، ظهرش عليه لسه ما الاعراض، جاش الاعراض. لان الانكيوبيشن بيريود فيه ممكن تمتد كمان الى 6 شهور، يعني في الكلب نفسه او في يعني ممكن الحيوان. ايه هي يبقى حامل الانكيوبيشن الفيروس بيريود؟ السعار 6 شهور؟ الانكيوبيشن بيريود اللي هي فتره دخول المرض ما بين دخول الفيروس للحيوان نفسه وحتى ظهور الاعراض 6 شهور، ممكن تمتد من 2 شهر الى 6 شهور سواء في الانسان او في الحيوان، بعد كده تظهر عليه الاعراض. وبعد كده تظهر عليه الاعراض على حسب قرب الفيروس نفسه من الجهاز العصبي المركزي سواء للحيوان او للانسان. طب حضرتك تشرح لنا الفيروس ازاي بينتقل من الجهاز الهضمي للحيوان للجهاز العصبي؟ من الجهاز الهضمي من من الحيوان نفسه وينتقل للجهاز العصبي، عشان كل ما بيبقى قرب للجهاز العصبي كل ما بيبقى هو بيصير عليه. بينتقل عن طريق مثلا العضه، مثلا عضه الكلب مثلا، هل هي في الاطراف ولا هل هي في الراس؟ في الراس قريبه جدا من المخ والنخاع الشوكي، اما في الاطراف بتاخد فتره الانكوبيشن بيريد بتزيد عقبال ما توصل للمخ والنخاع الشوكي. طب معانا صوره ده كلب طفل طفل عض كلب موجود في منطقه الراس حوالين العين اهي باينه خالص، يعني ده قريب جدا، تكون الانكيوبيشن بيريود قصيره جدا طب جدا. مين اصعب العضله الاصعب اللي في الاطراف ولا في الوجه ولا في فين بالظبط اللي اصعب العضله الاصعب؟ الاصعب اللي هي بتاثر تاثير كبير على الانسان. موجوده في الوجه طبعا، لان هي بتبقى فتره الانكيوبيشن بيريود فيها قليله جدا، فتظهر اعراض المرض بصوره سريعه على المرض. اما اللي هي في الاطراف فبتكون الاعراض بتظهر ببطء عقبال ما تاخد مجراها تصل الى لما الاعصاب. توصل للجهاز العصبي للانسان. تمام. طيب طب هل صح ايه سبب اصابه الحيوان بالسعار اصلا؟ يعني هو الفيروس بيكون كامن في الحيوانات الثدييات ذات الدم الحار، اكلات اللحوم منها الحيوانات البريه هي دي اللي بتنقل المرض، الكلاب والقطط الضاله احنا ما بنشوفهاش او مش بنتابعها او هي مش قدامنا على طول، فهي دي حامله للمرض، سواء بقى الانكيوبيشن بيريد فيها طويله قصيره فهي حامله المرض وتنقل المرض للحيوانات الاليفه اللي احنا بنقتنيها وبنتعرض ليها في حياتنا الشخصيه. الحيوانات الضاله تقصد بها ايه؟ الحيوانات الضاله اللي هي اللي في الشارع ولا الحيوانات الضاله اللي جايه من البريه والجايه من هي الحيوانات البريه تعتبر برضه حيوانات ضاله، يعني الحيوانات الضاله القطط والكلاب الضاله اللي هي في الشارع اللي هي ملهاش مأوى، هي موجوده في الشارع على طول حامله للمرض، تنقل المرض لاي حيوان مستأنس، زي مثلا دخلت على قطيع ابقار، قطيع اغنام، قطيع جمال، دخلت على قطط وكلاب الناس بيقتنوها في البيت، يعني كل ده وارد ان هو ينقل مرض السعار، ودي هي مصادر العدوى اللي بتنقل مرض السعار للحيوانات الاليفه اللي هي بتوصلها في الاخر للانسان. طب النهارده السعار ده علاجه سهل؟ هو السعار يعني طالما ظهرت الاعراض على الانسان تقريبا علاجه صعب جدا، ملوش علاج، يعني العلاج نسبه الوفيات عندما لقاح الكلب والحاجات دي عباره عن ايه؟ هون في الكلب دي احنا بنديها لقاح، اللقاح اللي هو الاكتيف، يعني اللقاح ده بنديه للانسان او الناس اللي هم معرضين ان هم يصابوا بالسعار، بيتاخد بطريقه قبل ما يعضوا كلب ولا حاجه، قبل ما يعضوا اي حاجه، هو بيتعامل مثلا في مكان صحراوي في حيوانات برية ممكن ان كلب يعضه، ممكن ان حيوان يهجم عليه في اي وقت، يكون هو جاهز ان هو واخد المصل الواقي ضد مرض السعار بانتظام، وطبعا جدول من وزارة الصحة منزلاه ان هو ياخد التطعيم والمصل ضد مرض السعار. طب الانسان اللي عنده كلب، احنا بنسمع الانسان اللي عنده كلب بياخد حقن وكده عشان يشحن الضرر. الانسان اللي عنده كلب طبعا، الانسان اللي عنده كلب بنتعامل معاه علاج موضعي طبعا في مكان العضه، اللي هو بنغسل الجرح بالماء والصابون المباشر الجاري لمده 10 دقائق 10 دقائق ربع ساعه، وبعد كده نطهر الجرح ممكن بكحول 40 ل 70% او سبعة كيوت 3 4% مثلا، ولو كان الجرح عميق حمض النيتريك، وممكن نحقن المصل الواقي المضاد تحت او مكان او حوالين العضه نفسها. تمام. بعد كده بيتوجه لاقرب مستشفى حكومي موفره وزاره الصحه موفره المصل الواقي المضاد للسعار، بياخدوا 5 حقن على فترات، هي يعني جدول معين المستشفى بتسلمه للإنسان المريض.
تختلف من انسان لانسان الجدول ده؟ لا لا لا، حسب عمره هو جدول واحد، بس اهم حاجه المصل الوقي المضاد يتاخد في مده لا تقل عن لا تزيد عن 72 ساعه من عضه الكلب. من عضه الكلب يعني ما تزيدش عن كده. اذا حصل بعد 42 ساعه وخد المصل غالبا يعني ما يكونش لها تاثير، ويجب يعني ان هو الانسان المعضود او الشخص المصاب لا يتهاون، سواء كانت العضه قليله كبيرة صغيرة ايا كانت العضة، يتجه لاقرب مستشفى حكومي وياخد المصل الوقي المضاد. في مستشفيات معينة ولا مستشفيات؟ لا، جميع المستشفيات الحكومية متوفر فيها المصل الوقي المضاد لعضة الكلب. تمام. طب ممكن يصاب الانسان من لعاب الحيوان المصاب بالسعار؟ من اللعاب نفسه الفيروس ضعيف جدا، يعني يصاب في حالة واحدة، ان الفيروس نزل من حيوان المصاب توجه الى جرح عميق داخل جرح او خدش او وصل للاعصاب بتاعت الانسان اللي هو المعرض للاصابه. طيب هل يوجد علاج بالصبع عند الحيوان، ولا اذا اصيب بالحيوان بينفق على طول؟ لا، هو غالبا اذا اصيب الحيوان او يعني اذا تعرض الحيوان اللي هو مثلا الحيوان الضال لعضه من، لا يعني مثلا قطه في البيت او كلب اليف في البيت من حد يقتنيه مثلا وجاله سعار، ممكن ياخد علاج للكلب دوت او القطه ديت ويتعالج من السعار؟ هل هو واخد التطعيم اساسا او لا؟ لو هو مش واخد التطعيم هينفق في بعد انتهاء فتره الحضانه بتاعه المرض وظهور الاعراض، هينفق لوحده وهيجي له شلل وهيجي. طيب معانا اتصال محمود. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. استاذ حضرتك، كنت بس عايز اتفسر من الدكتور على حاجه. انا ليا اخت في الشهر الثالث. تمام. في الحمل والولاده. تمام، في الشهر الثالث. فانا كنت عايز اعرف بس، هل تربيه القطط فيها ضرر مباشر ليها ولا احاول ابعدها عن؟ طيب حاضر، هرد عليك يا استاذ محمود. اشكرك جدا. العفو. مع السلامه. زوجته حامل في الشهر الثالث وعندها قطه. هل القطه لها تاثير على الحمل وعلى المراه؟ هي القطة المفروض ان هي مقتنياها في البيت بتديها حاجات مقاومة للديدان والحشرات والكلام ده. الخطر على موضوع الحمل موضوع اسمه التوكسوبلازما، وده طفيل بيكون موجود في القطط عامة سواء هي مقتنياها في البيت او القطط اللي هي في الشارع، والطفيل ده بيأثر على عملية الحمل فعلا وبيأخر الحمل وبيعمل اجهاض وكلام كتير في الحمل. هو دلوقتي اللي عشان يتجنب الاخطار هذا المرض، ان هو يكون يبعد التعامل اللي هي تبعد التعامل مع القطه في الفتره المقبله او فتره الحمل، وبعدين هي تحلل الدم في معمل التحاليل، لو ثبت فعلا ان هي مصابه بالتوكسوبلازما تبدا تستشير الطبيب البشري في العلاج حتى لا يحدث عوائق اثناء فتره الحمل. هل ممكن ان احنا نفحص الحيوان ونعرف عنده سعار ولا لا؟ فحص الحيوان يعني احنا وهو الحيوان غالبا صاحي احنا بنعزله، لو احنا مشتبهين مثلا في حاله سعار بنعزله، وممكن نفحصه لو سواء عرفنا نخدره او ما نخدروش او ايا كان، لازم عينه من المخ او النخاع الشوكي عشان نشوف ان الفيروس ده هل هو وصل لمخ الحيوان وظهر عليه الاعراض ولا لا. في اجسام اسمها اجسام نيجري بودي، دي بالفحص الهيستولوجي بالدم، وبعد كده نتعرف على الفيروس نفسه بتكنيك اسمه الفلوريسنت انتيبودي تكنيك، ده في معمل الفيرولوجي بنبدا نتعرف على الفيروس هل هو موجود في الكلب المصاب ده او لا. طب لو شخص راح اشترى كلب او قطه من محل الحيوانات، يعرف ازاي القطه دي متطعمه او مش متطعمه، وايه التطعيمات المفروض تاخدها وبعد قد ايه؟ طيب هو بالنسبة للقطط اللي هي من في محلات بيع القطط والكلاب ومنافذ البيع دي، غالبا يعني ان التاجر ده غالبا اللي هو ما بيطعمش القطة ويقول لك انا هطعمها وابيعها، طب ما انا ابيعها واللي يشتريها هو اللي يطعمها. فغالبا احنا بنتعامل معاها لو هو مكان مش موثوق فيه فعلا، ان احنا بنتعامل معاها لكنها مش واخدة اي تطعيمات ولا في برنامج وقائي. حتى لو كانت واخدة تطعيمات قبل كده، لو هي ما اتعرضش عليها؟ لا، هي لو واخده تطعيمات اكيد هو هيبلغك، او في شهاده يعني بامفلت من الطبيب المعالج ليها بيكون مدون فيها التحصينات والتطعيمات اللي هي خدتها. اما اذا كانت هي يعني مش واخده التطعيمات، لو هي واخده التطعيمات فعلا واديناها تطعيمات تانية، غالبا هي بترفع تتر المناعه عند القطه او الكلب فما تاثرش عليها، هي بترفع تتر المناعه بتاع المصل اللي احنا بنديه. طب يا دكتور، في سؤال، هل ممكن تصاب الابقار بالسعار؟ وايه خطوره تناول اللحوم او الالبان هذه الابقار المصابه على الانسان؟
والله نقطة الأبقار هي ممكن تصاب فعلا عن طريق مهاجمة الحيوانات البرية ليها، والخفافيش بصاصة الدماء ممكن تهاجم قطيع من الأبقار، ممكن تنقلها مرض السعار، وده وارد. أما حتة جزئية اللحوم والألبان اللي هو يعني بتنتقل عن طريق عملية الهضم، يعني هو مش هيتنقل الفيروس السعار معايا، معاك مش يعني اللحوم والألبان هي بتيجي عن طريق القناة الهضمية، هو معانا الفيروس معانا لا مداخلة إلا بعد إذنك يا دكتور، معانا مداخلة. أستاذة شيماء، اتفضلي يا أستاذة شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل الدكتور سؤال. اتفضلي الدكتور معاك. لو سمحت يا دكتور، أنا لما بروح أطعم الكلب بتاعي الدكتور بيقول لي فيه تطعيم مستورد وتطعيم مصري، فأنا ببقى بيقول لي المستورد بيبقى غالي وكده، بس يعني أنا عايزة أعرف أنهي الأفضل يعني. شكرا. عفوا، عندها كلب وفي تطعيم مستورد وتطعيم مصري، الكلب المستورد اغلى. هو اغلى بس هو التطعيم اجابه سريعه عشان اربعه حلال الاهرام بيخلص. اتفضل. هو حضرتك التطعيم المصري اللي هو المحلي متحضر من العترات المحليه اللي اوريدي موجوده في مصر، اما التطعيم المستورد ممكن متحضر من جميع العترات اللي هي تخص الريبز، وعتره مستورده جايه من بره، فمن الافضل وانا ارجح ان التطعيم باللقاح المصري اللي هو متحضر بالعترات المحليه. طب ممكن البعوض ينقل السعار؟ البعوض لا، ما ينقلش السعار، ما ينقلش السعار. طيب شكرا يا دكتور. طيب طبعا. ايه طرق التحكم والسيطره على المرض؟ طرق التحكم والسيطره على المرض يعني تتمثل فيه بقى ادارات يعني خاصه بالسلطات البيطريه طبعا، ان هي تعمل حملات مكافحه للحيوانات الضاله والكلاب الضاله والقطط الضاله، تعمل حملات مكافحه للخفافيش مصاصه الدماء اللي هي ممكن تنقل الامراض، حملات مكافحه للحيوانات طيب. البريه. للاسف دكتور وقت حلقتنا خلص، اتفضل ان شاء الله يبقى في حلقات اخرى باذن الله. اتفضل. اعزائي المشاهدين، شكرا على حسن متابعتكم، كان معكم محمد امام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.